خلينا نعمل كمان جردة حساب، بماذا قابلنا هذا العهد؟ بماذا قابلنا هذا العهد؟ شو المشكلة اللي صار؟ من حرب سياسية، في حرب سياسية مفتوحة معنا، في حرب سياسية مفتوحة معنا. ليش انتوا كنتوا مهدنين؟ يعني بالتأكيد كنا مش مهدنين، نحن أعلننا موقف سياسي. إذا بنتذكر من الأول ما انتخبتوا كلكم الرئيس عون، لا لا لا، وانقسم الحزب التقدمي وصار في ترك خيارات. هذا تقييم مجتزأ للموقف، بمعنى بغض النظر إذا كان هناك أحد أعضاء القاء الديمقراطي، وهذا الأمر أصلا رئيس الحزب يعني كان واضح فيه الموقف السياسي الأساسي، أن اللقاء الديمقراطي انتخب ميشيل عون رئيسا للجمهورية، هذا واحد. اثنين، الموقف السياسي الأساسي هو أنه نحن عبرنا عن استعدادنا وإرادتنا لدعم العهد وللوقوف إلى جانبه والتعاون والتفاعل معه. بهذا الإطار إجا كلام رئيس الحزب في تلك المرحلة. حتى لاحقا بالانتخابات النيابية نحن كانت إيدنا ممدودة إلى الحد الأقصى ب يعني التعاون، وأعلن رئيس الحزب إرادته لأوسع تحالف ممكن في الانتخابات النيابية إذا نرجع نتذكر لهذا. بالمقابل الخطاب الآخر، الممارسة الأخرى، كانت من فتح ملفات الحرب من 860 لل 75 76 لل 82 83 يعني لل 89 90 كانت كلها ملفات حرب عم تنفتح. كان النائب وليد جملاط هو اللي بده يشكل اللوائح، هو اللي بده يترك مقعد لهذا ومقعد لذاك من دون ان يقبل بان هناك منافسه جديه في الجبل. بس خليني يعني هو اللي بده يركب النواب بحسب المصطلح اللي اخذ عليه. لا يعني لا مش صحيح، مش دقيق الكلام بالمعنى الحرفي، منه دقيق. اكيد نحن قوه اساسيه بالجبل مؤثرين، يعني لنا رأينا بتكوين اللائحة. أكيد يعني الآخرين انزعجوا من موضوع الأستاذ ناجي البستاني، ويعني مع العلم أنه هذا الأمر كان منطلق إيجابي مش سلبي. كيف يعني لم يتلقفوا الرسالة؟ بكل صراحة لم يتلقفوا الرسالة آنذاك. شو الرسالة يعني بس؟ كان البحث آنذاك عن مساحات مشتركة مع الآخر بكل صراحة، حتى بالأسماء وحتى هذا الأمر لم يعني يتلقفوا إيجابا، لأنه القرار المسبق كان هو أنه نحن لا بدنا نعمل انتخابات ونقول أنه نحن النواب يعني منطلعهم بأصواتنا، وهذا حق سياسي، ما حدا معترض عليه على الإطلاق، ما حدا معترض عليه. حتى بعدد المرشحين على يعني الكتلة لما كان التفاوض ماشي، نحن كان يعني بوقتها يعني العدد اللي حكي فيه مع الطرف الآخر هو اللي طلع بالانتخابات، نكون واضحين، لأنه كانت قراءتنا نحن واقعية وحتى قراءة الآخرين كانت واقعية لهذا الأمر. فبالتالي بهذا المعنى نحن ما كنا عم نفاوض من منطلق انه بدنا نشلح الاخرين اي امر هن بيطلعوه بالانتخابات بظل القانون الحاصل. طيب بس هون المساله كانت انه في قرار واضح بانه لا نحن لنوصل لمرحله نعمل انتخابات وبنحصل، هذا حق بالسياسي وما عندنا مشكله. لنوصل لمرحله وصف العهد بالفشل، شو كان صار لو نائب وليد جملاط اعتبر واعلن هذا الموقف، بما انه هو موقف عم بتقوله نحن شايفينه ونحن هذا موقفنا قبل زيارته السعوديه، ليش بده يجي هيك موقف هالقد صادم هالقد مواجه للعهد دغري بعد زيارته المملكة العربية السعودية؟ لو هذا الموقف يطلع قبل زيارة المملكة العربية السعودية شو كان صار؟ كنت رح تسأليني هلأ انه هل هذا الموقف اطلقه قبل الزياره ك يعني ما هو رايح على الزياره رايح يعني كمقدمه للزياره السعوديه قبل ما يوصل الى الاراضي كنت رح تقلبي لي السؤال لا بس كان خلص رايح واخذ قرار انه هو رايح على السعوديه خليني اقول لك شغله ليه بده يجي دغري هذا الموقف بعد الزياره خليني اقول لك شغله لنكون صريحين وواضحين بالامور وفينا نأولها ونربطها يعني وما حدا بيقدر آخر شيء ينكر أن لبنان مرتبط بكل الوضع الإقليمي والدولي والتأثيرات عليه من كل حدب وصوب يعني لحتى لي كمان نكون موضوعيين. ولكن كنت رح تسأليني هلا مثل ما عم بقلك أنه هل هذا يعني هذا الموقف بأن العهد فاشل هو مقدمة لزيارة السعودية لو يطلق قبل بعد السعودية عن الزيارة يوصف هيك وقبل بس ما يكون ما عم بقلك كنت رح تسأليني هلا أنه هذا الموقف كان مقدمة لزيارة المملكة كان أحسن يقول وزير العدل عن النائب وليد جملاط أنه هذا بما معناه مدفوع الثمن خليني من قبل السعودية هذا يعني الموقف يعني بعتقد أنه خلينا نشوف يخبرنا وزير العدل وغير وزير العدل
عن حق الجنسية قديش صار بالبلد، بعدين بيحكي عن دفع أثمان هو وغيره. نحن مع كل اصطفاف بصراحة، أولا في مسألة بتعنينا بشكل مباشر، عم بحكي عن حرب مفتوحة بالسياسة علينا، يعني مش رح نوقف مكتوفي الأيدي بنهاية المطاف. يعني بس من يقود هذه الحرب؟ يعني عم تتهموا العماد عون رئيس الجمهورية بأنه قائد حرب عليكم مجددا؟ يعني مين عم بيقود؟ عم بيقود هو يعني إنه ما هي واضحة الأشباح نانسي، ما هي واضحة، لا هاي مسألة واضحة نانسي، منا يعني بس هلا اليوم عم بتقولوا صريح العبارة رئيس الجمهورية، يعني عم بترجع تدغدغوا شعور مفروض كان انتهى، بس لا مش إنو مش نحن القائد عم نهرب، رئيس العماد مشان عم بقود حرب على نائب وليد الله، نحن نحن هاي المسألة عم نهرب منها صار لنا سنتين، ولكن في إصرار، في إصرار من طرف سياسي معين بأنه يضل فاتح هذه المعركة السياسية عليك بوقت أنت عم تبدي كل استعداد للتعاون. طيب شو بتعملي؟ عمل تصريح رئيس الحزب،